على هامش مشاركته في الملتقى الحكومي 2018، أكد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، أكد أن برنامج التوازن المالي لن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مضيفا أن الوزارة نجحت في تحقيق خططها رغم تقليص الدعم المالي المقدم لها. إحدى المبادرات في برنامج التوازن المالي هو رفع كفاءة هيئة الكهرباء والماء مع استمرار يعني دعم الوطن البحريني في مسكنه الأول، أي أن تصل إيرادات هيئة الكهرباء تكون مثل مصروفاته، فما بيكون في دعم في المستقبل لهيئة الكهرباء والماء. الدعم المقدم في 2018 من الحكومة لهيئة الكهرباء والماء 189 مليون دينار، فإحنا علينا أن نشوف طريقة أن 189 مليون دينار ينخفض إلى صفر بحلول 2022. هذه مهمة صعبة ولكن بالإمكان إنجازها، وإحنا واثقين أن نقدر ننجزها لأن أنجزنا كثير في السنوات الأربع الماضية. فمثلا كان الدعم في 2014 لهيئة الكهرباء والماء 350 مليون دينار، انخفض إلى 189 مليون دينار في 2018 بدون المساس بجودة الخدمات اللي تقدمها هيئة الكهرباء والماء.